السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله سوف اقدم لكم وجبه بالبطاطس بسيطه جدا يمكن مرافقتها مع الاكل، وانصحكم بتجربتها فهي تنفع كثيرا ويحبها الاطفال بالخصوص كثيرا كثيرا كثيرا. عندي هنا بطاطس مسلوقه في القليل من الملح والماء والزيت النباتيه، وينصح العمل بها وهي ساخنة، لا نتركها حتى تبرد لأنها سوف تصبح صلبة. لنبدأ على بركة الله. سوف أقوم بوضع القليل من الملح، لا نكثر كثيرا، كذلك القليل من الزعفران، يمكن أيضا إضافة الجبنة الحمراء أو أي شيء تحبونها، أو أيضا الجبنة المثلثة لكن أنا أفضلها عادية. أقوم بخلطها هكذا جيدا. من قبل اولا سنقوم بترك الزيت تسخن قليلا لاننا سوف نقوم بقليها على زيت نباتيه القليل فقط. ساكمل خلط البطاطس فهي بسيطه جدا جدا ومكوناتها أيضا بسيطة ولذيذة. يمكن تحضيرها أيضا لأبنائكم، أيضا يمكن تحضيرها من أجل الأبناء من أجل المدرسة. أنصحكم بتجربتها. سوف أكمل باليد. نقوم بعجنها ما أمكن. للتذكير يجب عجنها وهي ساخنة، لا نتركها أبدا حتى تبرد لأنها ستصبح صلبة. سوف نقوم بغطسها في البيض، سوف نشكلها على شكل كرات هكذا. سوف أقوم بغطسها في البيض هكذا، وكذلك من ثم سوف أقوم بغطسها في الطحين هكذا. ستصبح على هذا الشكل ونقوم بوضعها على الزيت. نستمر بالعملية حتى ننهي
باقي البطاطس هكذا. ممكن تقديمه ايضا مع البيض عفوا مع السمك. فهي تكون مرافقة جيدة. شكلها على هذا الشكل.